الأسطورة بتقول إن كل الأطفال الحقيقيين بيتم استبدالهم لحظة ولادتهم بأطفال من الجن، بيتم خطفهم عن طريق جنية وبيفضلوا محتجزين تحت الأرض طول العمر، ده حتى إنهم مع الوقت بينسوا أصلاً إنهم كانوا من البشر. أما الطفل المستبدل من الجن فبيعيش حياة طبيعية جداً وسط البشر، ومش بيتعرف خالص إنه من الجن إلا لو اتعكست صورته في المراية، وده لأن وشه بيظهر باللون الرمادي وعيونه بتكون سودة جداً، وأوقات كتير كمان حركاته اللي في المراية بتختلف عن حركاته في الحقيقة، والحركات دي أحياناً بترصدها عدسات الكاميرا بالصدفة. وتقال كمان إن الأطفال بيقدروا يشوفوا حاجات إحنا ما نقدرش نشوفها، ومحدش يقدر ينكر حقيقة إن الأطفال ممكن يحصل لهم مس شيطاني أثناء ولادتهم. واللي بيثبت كلامنا ده حديث رسولنا الكريم اللي قال فيه: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. وبالتالي إحنا مش موجودين النهاردة عشان نثبت إن الجن والمس ممكن يصيبوا الأطفال، لأن دي ببساطة حقيقة مثبتة ومفيش فيها أي شك. اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا جرس الإشعارات على الكل لو أول مرة تشرفوني، واعملوا إعجاب بالفيديو وشير لي مع أصدقائكم، واستنوني بعد الفاصل. الأطفال هم غاية الإنسان في الحياة وأعز ما يملك في الدنيا، وأسوأ حاجة في الوجود إن الطفل لما بيتصاب أو بيتوجع مش بيقدر يعبر لنا عن اللي بيحس بيه، ومش بيمتلك غير البكاء واللي محدش أبدا بيعرف يفسر سببه. في المقطع ده بيظهر لنا مضايقة واضحة جدا من الجن لطفل لسه حديث الولادة. لو ركزتوا في المقطع هتحسوا انه بيتم خنق الطفل عن طريق قوة مجهولة، ولو ركزتوا اكتر شوية هتلاحظوا وجود كائن غريب قاعد ورا سرير الطفل، والطفل للأسف مش قادر يهرب او حتى يظهر خوفه. مقطع يخوف جدا ويخليك تخاف تسيب ولادك لوحدهم بعد ما تشوفه. تاني طفل اعتقد هيصعب عليكم جدا، وده لان في حاجة غريبة صحته من عز نومه وبقت تزقه ناحية ترابزين السرير وبقت ترفعه عشان يطلع فوق الترابزين. ولو لاحظتوا هتحسوا الطفل بيحاول يقاوم الشيء اللي بيتحكم فيه، وبعد مقاومة استمرت لثواني طلع الطفل فعلا ووقف فوق الترابزين ورفع ايده لفوق وبدأ يعيط وينادي على أمه. الطفل كان واقف باتزان فظيع مع إن سور السرير رفيع جدا، وتحسه كأنه كان واقف وحد ماسكه. ولما الطفل بدأ يصرخ بصوت عالي فجأة اترزع في آخر السرير بشكل مفاجئ ومخيف. فلو في حاجة كانت فعلا بترفعه في المقطع ده، يا ترى كان ايه السبب؟ ياريت تقولوا لي تحت في التعليقات. بيقولوا غالبا الجن لما بيبقى سنه صغير بيحب يتسلى ويلعب في البيت، وممكن كمان لو شاف طفل بيلعب يا إما بيبقى عاوز يلعب معاه أو يا إما بيتضايق منه وبيأذيه. في المقطع ده بيظهر لنا طفلة بترقص على أغنية أبوها مشغلها لها، وفجأة في قوة خفية بتطيرها حرفيا لآخر الأوضة. ركزوا معايا في الطريقة اللي اتهبدت بيها البنت في الحيطة. في الحقيقة مش ده المقطع الوحيد اللي ظهر فيه جن بيأذي طفلة بتلعب، ولو كان المقطع اللي فات البنت صعبت عليكم فالمقطع ده الطفل هيصعب عليكم أكتر بكتير، وده لأن مع إنه سنه صغير جدا وممكن ما يتحملش أي أذى، ولكنه تقريبا حصل معاه نفس اللي حصل للبنت بالظبط. لاكسي واو. لو كان الطفل وقع في مكانه كان ممكن نقول انه بيتعلم المشي ووقع، ولكن الغريب انهم ما بيقعوش في مكانهم، هم بيترموا في اخر الأوضة. هل ممكن فعلا الأطفال يشوفوا كائنات احنا ما نقدرش نشوفها؟ المقطع اللي بعرضه لحضراتكم دلوقتي يعتبر هو الأقوى في حلقتنا النهاردة،
في بداية المقطع يبان انه طبيعي جدا، اتنين اخوات قاعدين بياكلوا وامهم واقفة وراهم بتصورهم عادي جدا، وفجأة بنت فيهم شافت مخلوق غريب ورا الحيطة، ولكن من الواضح ان ما كانش في حد شاف المخلوق ده غيرها. طبعا ما كانش حد مصدقها وبدأت اختها تتريق عليها، ولكن برضو ما كانش حد شايف اللي هي شايفاه. حتى ان امها كانت عمالة تهدي فيها وتقولها ان مفيش حاجة وانها متهيأ لها، ولكن برضو البنت كانت خايفة من شيء مجهول. فضل خوف البنت مستمر لثواني، وده لغاية ما قررت اختها تبص وراها. Look at me. ولما اختها بصت وراها شافت نفس اللي اختها شافته بالظبط، وفجأة قامت تجري خايفة جدا من اللي شافته، وسابوا كلهم المكان وجريوا. والغريب جدا في المقطع ده ان اللي شافوه البنتين محدش شافوا غيرهم، حتى امهم اللي كانت بتصور ما كانتش فاهمه هم خايفين من ايه. يا ترى انتوا ايه رأيكم في المقاطع اللي عرضناها النهاردة؟ هل ممكن تكون مقاطع حقيقية؟ هل ممكن يكون حد فابريكها؟ ياريت تقولولي رأيكم تحت في التعليقات، لان انا بصراحة ما لقيت لهاش اي تفسير. وقولولي كمان في التعليقات مين اكتر طفل صعب عليكم في حلقتنا النهاردة. وفي نهاية حلقتنا حابب اشكركم جدا على المشاهدة، ولو اول مرة تشرفونا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل. ما تنسوش كمان الاعجاب بالفيديو وعمل شير لي مع اصدقائكم. عاوز اعجابات كتير للفيديو، خلينا اشوف في كام واحد بيحبوا الرعب بيتفرجوا عليا دلوقتي، وده عشان ننزل لكم مقاطع تانية كتير مماثلة. كان معاكم محمد جابر، ونشوفكم في حلقة جديدة.